أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن حكومة البحرين تعمل وفق منظومة كاملة للارتقاء بالقطاع الصحي والطبي من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية وترويج أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع. جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى الاجتماع الثالث رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالأمراض غير المعدية ومكافحتها والمنعقد حاليا في نيويورك. والكلمة التي وجهها سمه خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعني بمرض السل، وقد ألقاها نيابة عن سموه السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء. قال سموه أن البحرين نجحت في تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة بعد أن وافقت على الخطة العالمية الجديدة والتي تتكون من 17 هدفا و169 غاية، حيث حققت مراكز متقدمة من هذه الأهداف. أضاف سموه أن مملكة البحرين تعمل بشكل متواصل على تطوير قطاع الرعاية الصحية باتخاذها العديد من الخطوات، والتي من بينها إقرار الخطة الوطنية للصحة للأعوام 2016-2025، والتي جاءت للتأكيد على أن البحرين تتجه نحو الالتزام الدولي لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التغطية الشاملة للجميع. أشار سموه إلى أن الخطة الوطنية للصحة تهدف إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها، بما يحقق برنامج عمل الحكومة، وذلك من خلال تطوير النظام الصحي القائم على الاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة ذات الجودة العالية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وأكد سموه أن مملكة البحرين تؤمن وتحرص على توحيد كافة الجهود وتكاملها في خطة موحدة تنهض بكافة الجوانب الوقائية والعلاجية على مستويات الرعاية الصحية المختلفة، وعلى تمكين المرضى وأسرهم من التحكم في الأمراض وتقوية البحوث ومشاركة المجتمع، وذلك من منطلق الاهتمام بترجمة استراتيجية الحكومة لمكافحة مختلف الأمراض وإيجاد برامج مدروسة للوقاية من مخاطرها وتوعية المجتمع لخفض معدلات الإصابة بها. قال سموه: نحن في مملكة البحرين إذ ندعم جميع الجهود العالمية في مجال مكافحة مختلف الأمراض، فإننا نجدد تأكيدنا على التزامنا بتنفيذ الإعلان السياسي العالمي لمكافحة الأمراض غير المعدية المزمنة، داعيا سموه المجتمع الدولي إلى التآزر والتعاون للقضاء على مختلف الأمراض والأوبئة التي تصيب بعض المجتمعات، ووضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية التي تعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بهذا الشأن. ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين قامت بتنفيذ معظم متطلبات هذا الإعلان السياسي، فعلى صعيد الحوكمة أعطت حكومة البحرين مكافحة الأمراض غير المعدية المزمنة الأولوية في برنامجها، إذ تم تشكيل اللجنة العليا الوطنية لمكافحة الأمراض والتي تضم معظم القطاعات المعنية، كما تم إنجاز الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية المزمنة والتي تشمل الغايات والمؤشرات تبعا للمسار الزمني. وبحسب آليات منظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة خصوصا الهدف الثالث، كما تم العمل على زيادة المخصصات المالية لمكافحة الأمراض غير السارية. أشار سموه إلى أن البحرين تولي اهتماما كبيرا للوقاية وعلاج الأمراض غير المعدية المزمنة، حيث تم دمج التدخلات لمكافحة الأمراض في حزمة الرعاية الصحية الأولية، وذلك باعتماد الأدلة والبروتوكولات المبنية على البراهين في هذا الصدد، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة المطلوبة للوقاية وعلاج هذه الأمراض في جميع المؤسسات الصحية على مستوياتها الثلاثة التابعة لوزارة الصحة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء الموقر أن مملكة البحرين تدعم بشكل كامل السياسات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الأخرى من أجل تحقيق الرؤية نحو عالم خال من السل وما ينجم
يعلم عنه من مرضى بوفيات، منوها سموه بالخطة الاستراتيجية العالمية للقضاء على السل 2016-2020، وما أشار إليه الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة بخصوص مرض السل، وأيضا بإعلان موسكو للقضاء على مرض السل 2017. وأوضح سموه أنه تم بناء القدرات من الكوادر المؤهلة للعمل في برنامج مكافحة السل ومتابعة الوضع الوبائي من خلال متابعة ومؤشرات الأداء في برنامج مكافحة السل وتشجيع البحث العلمي والدراسات في مجال مرض السل.